الفقيه اللي كنتسناو بركته دخل الجامع بلغته. هذا المثال ينطبق على الوزير شكيب بن موسى الذي يسير قطاع التعليم. علاش؟ لانه هذا الوزير من نيجا يعني القطاع يعني يشهد مجموعه من القنابل اهمها القنبله ديال 102000 استاذ متعاقد. وبدل ان هذا الوزير يجي يديزامورسي هذه القنبله جمع قنابل اخرى ولحم في القطاع ديال التعليم باش يفجر المغرب ويفجر الاحتقان. وتتجلى هذه القنبله في القرار الانفرادي الذي اتخذه بن موسى القاضي بمنع ولوج مراكز تكوين رجال التعليم للذين يتجاوزوا سنهم 30 سنه. علما يعني هذا القطاع ديال التعليم راه كل نهار كتمشي ل 8 مليون ديال التلاميذ تقريبا من الابتدائي والاعدادي والثانوي، ولا زدنا عليهم الاباء والامهات تقريبا واحد 2 مليون، لان كاين بعض الاباء والامهات اللي عندهم جوج ثلاث تلاميذ في المدرسه راه كنطيحوا في واحد 10 مليون ديال المغاربه، اي الثلث ديال المغاربه حياتهم يوميا تتمحور حول قطاع التعليم، وهو قطاع لا يسمح لاي كان سواء بن موسى ولا غيره ان يتصرف فيه بشكل انفرادي وكانه فيرما ديالو يتخذ فيه القرارات بناء على واحد المنيغ يجي الصباح يفيق اش غادي ندير. ممنوع على الناس اللي عندهم اكثر من 30 سنه يدخلوا مراكز التكوين الجهويه، بل لابد من التشاور ولابد من اشراك يعني المكونات ديال الامه. علما انه في الحمله الانتخابيه والانتخابات يلا سالات، يعني هذه الحمله الانتخابيه اللي هي بين قوسين تعاقد ما بين الناخبين وبين الاحزاب، وهذه الاحزاب بالمناسبه التي تسير الحكومه اللي هي الاحرار واللي هي البام واللي هي الاستقلال، ما حدث ان حزب من هذه الاحزاب قال لنا باننا ملي غنطلع للحكومه راه غادي ندير ممنوع على الذي تجاوز 30 سنه يدخل مراكز التكوين الجهويه. بالعكس، من الاحزاب من قال الذي تسير الحكومه منها من قال باننا غادي ندير 7500 درهم في الديبار، الانسان يتخرج من المركز ها الصالير ديالو 7500 درهم، منهم من قال باننا غنديروا مدرسه ديال الفرصه الثانيه، ومنهم من قال باننا غنحيدوا القطاع الخاص وغنديروا التعليم العمومي نعموا ونرجعوا كما كنا سابقا في العهد الزاهر ديال بدايه الاستقلال ديال المغرب. لكن من وصلنا المسقي ها هو النموذج التنموي ديال بن موسى تحول الى نموذج ديال القهر ونموذج ديال الظلم ديال الظلم الاجتماعي، خصوصا ان بن موسى لم يقدم للشعب المغربي اي دراسه او حيتيات هذا القرار. على ماذا السند؟ واش صناديق التقاعد بانت ليه مفلسه وبانني دخلت الناس على 45 عام والقانون يقول الوظيفه العموميه 45 سنه، بانني دخلتهم على 40 45 سنه صناديق التقاعد تتحمل الكلفه؟ هل السبب ديموغرافي بان هناك شيخوخه في الهرم الديموغرافي ديال المغرب؟ هل السبب ديال محاربه البطاله؟ هل السبب مالي؟ الخزينه العامه ديال الدوله ما عندهاش فلوس، خصو يعطينا السبب، يعطينا المبررات والحيتيات. لم يقدم اي سبب، واي كان هذه الاسباب كلها مردود عليها، لانه اذا كانت يعني محاربه البطاله فكنعرفوا حنا بان قطاع التعليم من القطاعات الاكثر يعني حجره في التخطيط وفي السياسه العموميه. كنعرفوا عندنا 40 تلميذ في القسم، علاش عندنا 40 تلميذ في القسم؟ لان الموارد البشريه قليله، يلا عندنا 260000 ديال رجال ونساء التعليم، اذا الا بغينا نهبطوا العدد ل 20 معناها هذا خصنا ندوبلوا العدد ديال رجال التعليم ونساء التعليم، نوصلوا ل 520000 اور في الكونكور اللي دار بن موسى لهاد الناس الذين سيلجون مراكز التكوين الجهويه ابين دار 17000 منصب مالي. علما ان في هاد الفتره ما بين 2020 و2024 قطاع التعليم سيعرف اكبر عمليه للتفريغ بفعل التقاعد، غادي يمشيو 35000 رجل وامراه من التعليم بسبب التقاعد. اذا هاد 17000 لن تعوضنا حتى الذين تقاعدوا، فاحرى ان تعوض الخصاص وتحقق لي مدرسه الجوده. حنا ما غندخلوش في التفاصيل ديال المبادئ الكونيه ديال الحق في التكوين والحق في التكوين مدى الحياه والحق ديال المغربي في ان يلجا اي مدرسه او معهد، لان الدوله واجب عليها، ولكن حنا غادي نناقشوا بان هذا القرار الانفرادي ديال شكيب بن موسى بدون ان يشاور اي احد. وهذه بهذه الا كنتي غتفرض على الناس اللي عندهم اكثر من 30 سنه ما يدخلوش الحق ديالهم في التكوين، إذا أنت الشعب المغربي من حقه أن يطلب عدم دخول أي وزير أو تنصيب أي وزير اللي كانت عنده السن ديالو أكثر من 30 سنة، وإلا من حقنا نحن كمغاربة ألا نمتثل لهذه الحكومة لأنها مخالفة للقانون ومخالفة للأعراف ومخالفة للدستور.